طيب انت طبخت لك ايه وعجبك يا مدام سلفى؟ لا ما دو يوم ما طبخت هي ما جاتش. كانت تعبانه وعندها فيروس في عينيها فما قدرتش تنزل من البيت. ده كان يوم راس السنه اللي فاتت. وانت طبخت ايه بقى؟ لا انا بطبخ بقى حاجات كتير. ملوخيه. ايه تاني؟ سلطه الرنجه مثلا. حاجات كده بقى. سلطه الرنجه طبختي سلطه ايه يا جماعه؟ على فكره انا طباخه ماهر. بعمل بسله وبعمل فاصوليا وبعمل انا ابتديت اشوف الفيلم ده بمنظور تاني خالص. واضح مش من الفيلم من منظور المطبخ. عظيم. انا اطمنت عليك وان شاء الله لما تدخلوا فيلم تاني كله هيبقى متظبط. طيب احنا